نعم، أنا أعتقد أكثر من ذلك. شهر رمضان هذا له مزايا، أنا أعتقد أنه يجب على الإنسان المسلم أن يعني أن يغير من حاله اللحظة هذه، لا الآن، فهذه اللحظة يجب أن يعزم أشد العزم على أنه يكون أفضل من اللحظة التي قبلها، وأن يتوب إلى الله، وأن يستعد للقاء الله. فهي فرصة، لا ندري هل نحن نكمل هذه الليلة أو لا ندري. فهذا واجب على الإنسان المسلم في كل لحظة أن يعقد العزم على التوبة وعلى الاستقامة على أمر الله، وأن يكون إنسانا صالحا كما كان الصحابة ومن سار على نهجهم. أما رمضان فهذا موسم إن من الله به علينا فيتعين وجوبا آكدا على أننا نكون أفضل من رمضان الماضي، بل يجب أن نبيت النية الليلة وهذه اللحظة أن نعاهد الله عهدا يعني وثيقا أننا نكون في هذا العام من هذا الشهر رمضان المقبل هذا أن يكون ليس كما رمضان الذي مضى، لأنها فرصة قد لا تتاح لك مرة أخرى.